دائما ما نسمع الهندسه المدنيه عندها من اكثر تخصصات هندسيه اقبالا اوسعها مجالا. خلونا نعرف شو الهندسه المدنيه، شو فروعها وشو مجالات عمل المهندس المدني. تعتبر الهندسه المدنيه احد افرع الهندسه التي تهتم بتحليل وتصميم المنشات المختلفه كالابنيه والطرق وشبكات الصرف الصحي والاشراف عليها. وعلى عكس المعروف عن الهندسه المدنيه انها تقتصر فقط على قطاع الانشاءات، خلونا الان نعرف عن افرع الهندسه المدنيه. الفرع الأول من فروع الهندسة المدنية هو فرع الإنشاءات، وهو يعتبر من أوسع فروع الهندسة المدنية وأشملها، إذ يختص بالنواحي التصميمية والتقنية للمنشآت والمباني السكنية. والفرع الآخر من فروع الهندسة المدنية هو فرع المياه والبيئة، إذ يختص بتصميم شبكات نقل مياه الشرب وتصريف مياه الأمطار والمياه العادمة وتصميم السدود والإشراف عليه. أما عن الفرع الثالث من أفرع الهندسة المدنية فهو فرع المواصلات والنقل، وهو الذي يختص بتصميم شبكات المواصلات والنقل العام وإشارات المرور والجسور الأنفاق والموانئ والمطار. لم تقتصر دراسة الهندسة المدنية لما فوق الأرض، فالفرع الرابع من أفرع الهندسة المدنية هو التربة والأساسات، وهو الفرع الذي يختص بدراسة طبيعة التربة ومدى تحملها للأبنية التي تبنى فوقها، وهو جزء مهم قبل البدء تنفيذ أي مشروع. اللي حاب يدخل هندسة مدنية ويكمل فيها لازم يكون مكتسب عدة مهارات. من هاي المهارات أول شيء حب العمل الميداني، مهارات العمل المكتبي والاهتمام بأدق التفاصيل. ومن الأسئلة الشائعة حول تخصص هندسة مدنية، هل التخصص مناسب للإناث؟ بالنظر إلى سوق العمل نجد أن فرص عمل المهندس المدني لا تقتصر فقط على إدارة المشاريع والإشراف عليها، وإنما هناك جانب مكتبي يتمثل بتصميم المنشآت ورسمها وحساب الكميات.